شرف. عم نحكي موضوع هيك دقيق جدا مع ضيفنا لليوم دكتور عماد سلامه، استاذ مشارك بالعلوم السياسيه بالجامعه اللبنانيه الامريكيه. اهلا وسهلا فيك دكتور. رح نحكي ونناقش كتابك الثاني اللي صدر حديثا واللي رح بيتم توقيعه قريبا بعنوان تراجع الدول الوطنيه بعد الربيع العربي وصعود الكيموقراطيه. نعم. شو يعني؟ الكيموقراطية هي النظام السياسي القائم على حكم الجامعات. يعني نحن منقول مثلا الجامعات أو الجماعات. الجماعات. جماعات. الجماعات إن كانت جماعات أثنية أو لغوية أو طائفية. يعني نحن مثلا منقول النظام الديمقراطي. وهي نحن اللبنانيين قصدك. بلبنان أو بالعالم. يعني وقت نقول نظام ديمقراطي يعني نعم. حكم الشعب. حكم الشعب بالضبط. وهي كلمة مشتقة من كلمتين لاتينية، ديمو يعني الشعب، قراطي الحكم. أوكي. فهي ديمقراطية حكم الشعب، بينما كيموقراطية، كيمو هي كلمة جاية من كوميونيتي أو الجماعة، قراطي الحكم. فنحن هون عم نعرف نظام جديد يعني. كوميونيتوكراسي باللغة الإنجليزية. طب خلينا شوي هيك نسهلها. بلبنان نحن منقول أنه نظامنا ديمقراطي. نعم. نحن شو نظامنا؟ كيموقراطي. بالضبط أكيد. إذا الكيموقراطي يعني حكم الجماعات، نحن دفنت لي كيموقراطي. نحن حكم جماعات بامتياز. أساساً نحن يعني نظام مثالي بحكم الجامعات والكيموقراطية. حتى أوكي. أنا بعلم مثلا المادة العلوم السياسية عن لبنان وطلابي بيجوا يعني كمان بيصير بنتصار هيدا الموضوع إنه شو هو لبنان، شو هو نظامه السياسي، هل هو نظام ديمقراطي كما يعرفه الدستور أم هو نظام آخر، خاصة أنه يعني ما في تركيبة مثل التركيبة الغربية، يعني في أنه الحكم الأكثرية معارضة الأقلية، لما نعمل انتخابات بصير في ائتلاف من الأحزاب الأكثرية وبتصير الأحزاب الأقلية هي الأحزاب المعارضة. هلأ عم نحكي على الانتخابات إن شاء الله نوصل لأنه الانتخابة شوي بقربنا من الديمقراطية اللي بنحكي فيها. أكيد يعني هيدي بصير بهمنا كتير انه نحن نتقدم بهذا الاطار. بس انا اللي عم جرب اقوله انه نحن في لبنان ما بنعرف بالضبط شو هو نظام هيدا السياسي. هيدا اللي عم بتقوله بالكتاب. هيدا احد الشغلات اللي بقولها انه النظام الكيميونيتوكراسي او الكيميوقراطي هو نظام بيمهد لحكم الجامعات بدل ما حكم الشعب. وبلبنان أكيد نحن عنا حكم جماعات طائفية، مش حكم شعب بالمعنى أوكي. المثالي للكلمة. هيدا الإصدار الثاني لألك. نعم. قبل كل إصدار مين أول حدا بيقرأ الكتاب؟ أول ما بيقرأ الكتاب أكيد يعني المقربين، أصدقائي في الجامعة، الأساتذة، بعدين طلابي، بعدين اكيد بصير في عنا يعني حفل امضاء بيجوا المقربين والاصدقاء. اول كتاب عن شو كان بيحكي؟ كان عم بيحكي عن لبنان، عن النظام السياسي اللبناني واسمه The Government and Politics of Lebanon. هو يعني مثل اللي مهد لهيدا الكتاب. 100%. لانه نحن اليوم بالشرق الاوسط كتير عم بتصير موضوع الجماعات، وعم بتكون الدول العربية كلها عم بتعاني من موضوع المشاركة في السلطة. كيف نبني نظام يفوت بقلب الحكم الجامعات المختلفة الموجودة؟ أوكي. وإذا ما كانت الجامعات ممثلة بشكل عادل بهالدول عم بيصير في أزمات. يعني نحن والدليل يلي عم بيصير حوالينا بالعراق وباليمن. أوكي. فهيدا أحد المداخل يعني اللي بيعالج. رح بيتم توقيع الكتاب نهار الأربعاء ب15 الشهر. أي ساعة؟ الساعة 5 المساء بالجامعة، الجامعة اللبنانية الأمريكية، برعاية رئيس الجامعة الدكتور جوزيف جبرة. بس التوقيع رح بيكون ضمن ندوة رح بتصير كمان. نعم، رح نستضيف بهذه الندوة بعض الناس اللي رح يحكوا عن الكتاب. الدكتورة مروة شلبي جاي من جامعة رايس يونيفرسيتي وهي رئيسة حقوق المرأة في الشرق الأوسط، هذا مركز بتديره هناك ضمن مركز بيكر في جامعة رايس يونيفرسيتي. فهي رح تناقش الكتاب وأكيد أنا رح أحكي عنه كمان، وإضافة لرئيس الجامعة. لما نقول نقاش ضمن ندوة يعني بيكون في ناس مع ناس ضد، صح؟
اكيد بالعكس، نحن هذا اللي بدنا، هذا اللي بدكم اياه، هذا بدنا اياه، لانه هذا الطريق لاثاره الموضوع، لانه هذا موضوع شوي جديد انا اللي عم بطرحه بتعريف النظام السياسي الموجود في لبنان واللي عم ينوجد في الدول العربيه حديثا، وهو شكل مختلف من الأنظمة السياسية اللي بهم الأكاديميين والباحثين والسياسيين أنه يكونوا عندهم منهجية لتعريف هذا النظام السياسي والبحث في مخارجه أو بتركيبه بشكل سليم. بس الموضوع دقيق يعني، عم نحكي أول شيء عن الربيع العربي يعني أكيد في وجهة نظر معينة، وعم نحكي عن كيفية النظام، أو عم نحكي هون عن الكيموكراطية. نعم مزبوط، نعم لفظتها مزبوط. عظيم. أوكي، دقيق كتير هالموضوع مثل ما قلنا. في كان قيود أو في كان بعض الانتقادات يلي شلتها كانت بالكتاب، حذفتها من الكتاب؟ ليكي، هو الكتاب بشكل أساسي بيعرف الواقع أكثر ما يعني بطريقة موضوعية، ما عم تعطي رأيك. أنا أكاديمي عم عرف شو الموضوع وشو المشكل الموجود بالشرق الأوسط، وليه في أنظمة سياسية عم تنهار، أنظمة كان عليها رؤساء عاشوا بهذا الحكم وورطوا في بعض الأحيان 30 سنة بكل الأحيان ورطوا بكل الأحيان. كيف هول فجأة سقطت هذه الأنظمة؟ شو هو المشكل الموجود بهذه الدول؟ فأنا عم بقول أنه أحد المشاكل اللي صارت بالدول العربية أنه ما كان في مشاركة حقيقية بين المجموعات الأسنية أو الدينية أو الثقافية بهيدي الدول. هيدا أحد أسباب الأزمة اللي أدت لانهيار بعض الدول العربية. أوكي. وبالتالي اليوم أي مدخل للحل في هذه الدول عم يعتمد على كيفية مشاركة القوى الموجودة الجماعاتية. فنحن اليوم عم نشوف بالشرق الأوسط ظهور أكثر فأكثر للموديل اللبناني. إذا بس بده وقت. الشيء اللي عم تحكي عنه دكتور بده وقت. أكيد. يعني إذا بدنا نتحول من نظام سياسي معين إلى نظام سياسي مختلف تماما. نعم. ما بعرف قدي بدنا، عم بحكي إذا بالدول العربية بس أو إذا بدي حدد لبنان. صح. يعني إذا بدنا نبلش يمكن رئاسة الجمهورية للموارنة، رئاسة الوزراء، يعني حتى بدءا هيدا بيقول كمان أنه نحن نظام منا ديمقراطي. كيموقراطي. أكيد أكيد. هلأ النظام الكيموقراطي عم يتركب اليوم بالشرق الأوسط، يعني مثلا بسوريا أكيد بده ينحكى أنه إذا أي نظام سياسي أو بمرحلة انتقالية جديدة لتطلع الشعب السوري والبلد من هالحرب الأهلية، بده ينحكى ما هي حقوق اليوم السنة في سوريا، ما هي حقوق العلويين في سوريا، ما هي حقوق السوريين. وبالتالي تركيبة النظام السياسي بسوريا اليوم اللي عم ينحكى فيها هي تركيبة كيموقراطية، يعني قائمة على أساس مشاركة الجماعات فيها. طب بس ما هيدا كمان يعني جزء من ثقافة العرب حتى إذا فينا نقول، يعني ربيانين أو منهجية. يعني بتبدأ من الفرد. دكتور، أي بلد بعيش الديمقراطية والنظام الديمقراطي بأكمله؟ هلأ بتعرفي الديمقراطية المثالية ما موجودة بالعالم، ما منتشوف في نظام اليوم. طب أقرب لل، يعني اليوم الغرب يعني عم يعطينا مثال إلى حد ما متطور بأنه الانتقال من ثقافة الجامعات إلى ثقافة المواطنة. بس بدي قبل ما أختم، بس موجود كمان الجامعات. بدي أسأل شغلة كمان، العيش الديمقراطي إلى أقصى حدوده ما بيعمل فلتين بمكان ما؟ هلا كل ما تكون الدولة عادلة وكل ما تكون الدولة عم تمثل، لأنه العدل كمان كل واحد بيشوفه من وجهة نظره. صح ونسبة. هذا كتير موضوع شائك. هل بس نحن بالمثال يعني أنه كل ما تكون الدولة عادلة وعم تعطي قوانين بتساوي كل الناس بغض النظر عن يعني طوائفها أو أسنياتها أو حتى جندرياتها، كل ما تكون الانتماء للدولة على أساس المواطنة أهم من الانتماء الجماعي. طبعاً. يعني بالنهاية قد ما كان إلى سيئات بعد أحسن من الكيموقراطية. دكتور عماد سلامة، أستاذ مشارك بالعلوم السياسية بالجامعة اللبنانية الأمريكية، بدنا نقول لك مبروك الإصدار الأول. شكراً. ومنذكر إنه التوقيع رح بيكون ب 15 شهر ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر بالجامعة. أهلا وسهلا فيك. شكراً لحضرتك. أهلا وسهلا معنا. متابعينا حلقتنا مع محطة فنية ثقافية من مترو المدينة.
عين الشيطان، أمسية غنائية للفنانة مريم صالح يلي استرجعت بصوتها أجمل أغاني السيد درويش. ساعة ونص من الموسيقى والطرب قعدتنا إلى زمن الفن الجميل يلي بحاك الناس. كل التفاصيل بهالتقرير. فنان الشعب سيد درويش يعود إلى المسرح الغنائي ولكن بقالب ورؤية جديدة تناسب الواقع الحالي. الفكرة تعود إلى هشام جابر، انطلقت عبر خشبة مسرح مترو المدينة بعمل فريد عنوانه عين الشيطان. عين الشيطان هو اسم أغنية من مسرحيات سيد درويش اسمها عين الشيطان، أغنية من مسرحيات الباروكة، وهي كانت بالأساس هي المنطلق يعني للنوع بتاع العرض اللي احنا عاملينه مع هشام جابر. بالإضافة لكوننا موسيقيين عم نجرب نجسد شخصيات من مسرح سيد درويش أو بتشبه شوي اللي كان عم بجرب يطرحه بمسرح سيد درويش. شوي هو مساءلة مع التغاز تبعنا يعني إذا بدي. هلأ نحن كيف حابين نتصالح معه إذا بدك أو نشوف له جوانب تانية. يعني الفترة اللي عاشها سيد درويش إذا بدك يعني هي كانت جو يعني ما فيها هالقد فرح مثل بأغاني يعني إذا بدك، لأن هم أغاني كانوا لمسرحيات لحتى يطلعوا العالم من جو المأساة اللي كانوا عايشينه، لأنه كان في المجاعة، كان في الحرب العالمية الأولى. السيد تغنت بصوت الفنانة المصرية مريم صالح وبرفقة فرقة موسيقية قدموا العرض بأسلوب موسيقي جاذب بالإضافة إلى التكنولوجيا البصرية المرافقة. بتعرفي الموسيقى العربية لما تطورت بفضل شخص واحد اسمه سيد درويش اللي هو نقل الموسيقى من شكل القديم لشكل اللي كل العالم اللدومنا رحابني وغيره. اللي عم ينعمل بمترو هو إحياء لفكرة ربطنا بثقافتنا بالإشياء الحلوة اللي عنا. أنا من 7 سنين عايش بالشرق الأوسط وبحب كثير الثقافة العربية والموسيقى العربية، فمشان هيك أجي اليوم. دفت لي نظري عين الشيطان بعدين جايين هلا نشوف. عبر مسرح مترو المدينة قدم هالعرض قصة حقيقية عن شخصية رائدة بعالم الفن والموسيقى. بتعرفي انه نحن بنحب سيد درويش وهيك، فقلت لنا انه لازم نجي لانه حلو كثير. انه بيجيبوا اجمالا عالم بيعملوا انه باندات او اذا كان مسرح ولا اللي هي ما بنلاقيها وين ما كان.